يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، من تدركهم الساعة وهم أحياء، وبينما ورد عنه عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، أو بمعناه؟ هذا من باب الحث، هذا من باب الحث، ما هو من باب أنه يقع هذا، لكن من باب الحث على أن الإنسان يحرص على الغرس حتى في آخر حياته، لأنه ينتفع به من بعده، ولأن الغرس عمل صالح ينفع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن في الإمارات، يعني لو قدر أن تقوم الساعة وفي أحد يد أحدكم فسيلة فليغرس، هذا من باب الحث على الغرس. نعم.